العيادي لتونس رح نتعرف على شو عم بيعملوا الناس هنيك، بشو بينصحوا مشاهير تونس في زمن الحظر، الحظر التجول والحجر المنزلي مع حسين طاي. برشا برشا يا مدلل، برشا برشا حبك على قلبي تسلل، برشا 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 برشا. أحب كل من تونس أنا وعائلتي ومعظم التوانسة قامين بالحجر الذاتي والصحي. أكيد هالزوبعة أو هالمحنة الصحية اللي هي الكورونا، إن شاء الله يا ربي تمر على خير وإن شاء الله بأقل أضرار. إذا كان تبعنا القوانين وتبعنا وزارة الصحة اش تقول لنا؟ بتونسي شد دارك، يعني ضلك بالبيت وإن شاء الله يا ربي نمر من الأزمة هذه على خير. يا تونس الخضراء مساء الفل، أنا المذيعة التونسية كريمة وسليتي في الحجر الصحي مع الأطفال. باهي ديما شو الحرف اللي نقرأ فيه نحن تو؟ حرف الطا. أي طاطوتي. أي طاطوتي. برافو ديما، هذه الوضعية مامومي طاطوتي زازوزي. كملتها سيء. باهي برافو ديما. كيفاش تحبونا نكونوا في الحجر الصحي؟ هذه هي الوضعيه، من البالكون البيت الصاله للكوجينه، هذه هي الحاله. احنا عن بعد نشتغلوا مره في الاسبوع، انا مثلا نمشي للاذاعه في الاذاعه الوطنيه التونسيه، لكن بقيه الاسبوع في البيت نحترموا الحجر اكيد ونقعدوا حتى تنزاح الازمه هذه يا ربي ان شاء الله على كل الاحبه في الوطن العربي. مرحبا بكم في بيتي، واحنا اليوم مضطرين كلنا باش نقعدوا في منازلنا، نقعدوا في البيت لانه في هالجائحة العالمية. على كل انا نتفرج احضر افلام في البيت، نتفرج في اليوتيوب في وثائقيات في الاخبار، ونحاول نشغل حالي شوية حاجات اخرى. تحية صدى الملعب من تونس، زازا تحية مصطفى أبا. سهام شد دارك يعني خليك في البيت اقعد في دارك.